قبل الأخير خطأ غير مسموح تماما يا مجيد. في وقت أيضا النتيجة هنالك 0-0. طبعا نتبع النتيجة هناك لأنه فوز جنوب إفريقيا وتعادل الجزائر يسمح للمنتخب الجزائري بالتأهل للدور ربع النهائي. طبعا المنتخب الجزائري لا ينتظر شيئا من جنوب إفريقيا، مطالب اليوم بالفوز بهذه المباراة. هيا 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 جول 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 هدف سوي. يا سلام عليك يا رياض، هدف الثالث مع المنتخب. ماذا حدث في دفاع السنغال؟ جول 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 جول. الدقيقة 11 يفعل رياض، خرج كالقط خلف المدافعين. بابا بابا با استلمها رياض محرز يقول لفغولي هكذا تسجل الأهداف يا سفيان، هكذا تسجل الأهداف يا سفيان. الاستلام باليسرى وحطها باليمنى يفتح مجال التسجيل لصالح المنتخب الجزائري. جول 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 جول. نعم جول. منتخب الجزائر صار متفوق في غفلة من دفاع منتخب السنغال. يا سلام، هل هناك بداية أجمل من هذه يا ناس؟ هل هناك قبل الأخير خطأ غير مسموح تماما يا مجيد. في وقت أيضا النتيجة هنالك 0-0. طبعا نتبع النتيجة هناك لأنه فوز جنوب إفريقيا وتعادل الجزائر يسمح للمنتخب الجزائري بالتأهل للدور ربع النهائي. طبعا المنتخب الجزائري لا ينتظر شيئا من جنوب افريقيا، مطالب اليوم بالفوز بهذه المباراة. هيا 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 جول 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 جول. إيليا هدف سوي. يا سلام عليك يا رياض، هدف الثالث مع المنتخب. ماذا حدث في دفاع السنغال؟ جول 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 جول. الدقيقة 11 يفعل رياض، خرج كالقط خلف المدافعين. بابا بابا با استلمها رياض محرز يقول لفغولي هكذا تسجل الأهداف يا سفيان، هكذا تسجل الأهداف يا سفيان. الاستلام باليسرى وحطها باليمنى.